بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26 بعد 100 الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع على هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. رسالة بتوقيع مجموعة من معلمات في مدرسة ثانوية وعنهن المرسلة حاسين أم سليمان. أخواتنا لهن أكثر من قضية، في إحدى قضاياهن تقول إحداهن أيضا: أواظب والحمد لله على الصلوات كلها، وأؤدي بعض النوافل أحيانا كصلاة الضحى وقيام الليل والسنن التي تكون قبل الفرائض. والسؤال: إنني في صلاة القيام في الليل واجب على قراءة سورة معينة لا أغيرها، وذلك منذ عدة سنوات. أصلي ركعتين بسورة طويلة آياتها ما يقارب 90، ثم ركعتين بسورة أقصر من الأولى، ثم ركعتين بسورة من القصار، ثم أوتر بواحدة. فما حكم هذا العمل؟ أقصد المواظبة على قراءة هذه السور في كل ليلة عند القيام، مع أنني أحفظ غيرها والحمد لله، ولكن أحب أن أقوم بها لأنني قرأت عن فضلها في بعض كتب الحديث. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن صلاة الليل فيها فضل عظيم، وهي أفضل أنواع التطوع المطلق، ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، والتزام سور معينة لا ينبغي إلا بدليل يدل على تخصيص هذه السور، فعليك أن تقرأ ما تيسر من القرآن، لا سيما وقد ذكرت أنك تحفظين، الحمد لله، أنك تحفظين غير هذه السور، اقتصارك عليها وتكرارها في كل ليلة هذا لا دليل عليه، يعتبر من البدع، لأن تخصيص سور من القرآن من غير دليل يكون بدعة، فعليك بترك هذا التخصيص وأن تقرأي من هذه السور ومن غيرها من القرآن، هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المعلوم أن من السنة بعد الفراغ من الصلاة أن نقول بعض الأذكار والأدعية مثل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والاستغفار والتسبيح والتهليل، وأن التسبيح والتحميد والتهليل 33، ولكن يحدث أحيانا سهوا أن تسبح إحدانا أكثر من 33، ما حكم ذلك سواء حصل سهوا أو عمدا؟ المستحب الذي ورد به الدليل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل كلمة من هذه الكلمات، وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى أنه يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات، كل كلمة 25 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله، وإن زاد على ذلك فلا مانع، إن زاد على هذا العدد فلا مانع من ذلك. نعم. تقول سهوا أو عمدا؟ سهوا أو عمدا لا مانع من ذلك، الحمد لله، أن يزيد. ما شاء الله ما شاء الله، لأن الزيادة من الخير خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون الحديث ذكر العدد شيخ صالح لا يعتبر له اعتبار؟ الحديث لم يمنع من الزيادة. نعم صحيح، وإنما حدد هذا العدد لأجل الحصول على الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد على ذلك فإنه زيادة خير، إلا أن يرى أن الاكتفاء بال33 أنه قليل وأنه لا يكفي هذا غلط. أيوة. لكن إذا زاد على هذا من باب الرغبة في الخير، نعم التزود من الخير، نعم، فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل يلحق هذا أو يقرب هذا من كون
التقيد بوجود ألفاظ الأدعية أو لا يلحق به. نعم. التقيد بألفاظ الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يلحق هذا بذات أو لا؟ يدعو بالأدعية الواردة ولا مانع أن يدعو بغيرها مما لا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. طيب، لا مانع من الدعاء بغير الأدعية الواردة. نعم. إذا كان هذا لا يخالف الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. طيب. نعم. لكن التقيد بالأدعية الواردة في بعض الأحاديث والآثار ما هو رأيك؟ هذا أفضل. هذا أفضل. نعم، الحرص على الاتيان بالألفاظ الواردة أفضل. طيب. ولكن لا يمنع هذا أن يدعو الإنسان بأدعية صحيحة ولو كانت غير واردة، إذا كانت لا تخالف ما ورد. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. لأخواتنا من تلك المدرسة الثانوية قضية مطولة، بعض الشيء ملخصها أنهن يجمعن من الطالبات بعض التبرعات، فمنهن من تتبرع بعشر ريالات ومنهن من تتبرع بخمس هلالات كما يذكرنا، وحينئذ يجمعن هذه التبرعات ويتصدقن بها على المساكين. لكن القضية أن إحداهن تجمع هذه التبرعات وتخلطها بمالها، ثم تقدر أن التبرعات مقدارها ما هو كذا وكذا. ما هو توجيه هذه الشخص؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أنها تجمع التبرعات التي دفعها أصحابها لوجوه الخير ثم تخلطها بمالها الخاص بها، ثم بعد ذلك تقدر مبلغ التبرعات وتخرجه، لأن هذا التقدير قد يكون خطأ. فالواجب عليها أن تحفظ المبالغ المتبرع بها على حدة، لأنها أمانة في يدها. الواجب عليها أن تحفظها على حدة وألا تخلطها بمالها، تجنبا للغلط وأن يدخل عليها شيء من هذه التبرعات ولو كان عن طريق الخطأ في التقدير والغلط، لأنها هي المتسببة في هذا الخلل في كونها خلطت هذه الأموال. ولو عزلتها وحصرتها في مكان فكان هذا أحفظ لها وأحفظ للأمانة وأبرع للذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية عمان رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فا كامل طلب. أختنا لها ثلاث قضايا، في إحدى قضاياها تقول إنني كثيرة الشعر حتى أن شعر الحاجبين يتصل بعضهما ببعض، فهل يجوز لي أن أفصل بينهما بقليل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان شعر الحاجبين مشوها ويخرج عن المألوف فلا مانع من إزالة التشويه، لا مانع من إزالة التشويه. أما إذا كان شعر الحاجبين معتدلا وماشيا على المعتاد وليس فيه تشويه فإنه لا يجوز أخذ شيء منه، لأن ذلك هو اللمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا إن بيتي في داخل حديقة المسجد، فهل يجوز لي أن أصلي متابعة للإمام في التراويح في رمضان، لأنه لا يوجد مصلى للنساء وكذلك في صلاة الجمعة، هل يجوز لي متابعتهم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. لا تجوز الصلاة في بيت منعزل عن المسجد ولو كان في حديقة المسجد أو قريبا منه، لأنه منعزل عن المسجد ولأنك لا ترين الإمام ولا المأمومين، وإنما أسمعين الصوت فقط، هذا لا يكفي. قضيتها الثالثة تقول فيها هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف، بل إن قراءتها للقرآن ولو عن ظهر قلب ومن غير مس المصحف فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعون من ذلك قياسا على الجنوب، فإن الجنوب لا يقرأ القرآن بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثله الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن عند الجمهور عن ظهر قلب، وأما مسها للمصحف فهذا باتفاق الأئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم أن المحدث ولو حدث أصغر لا يجوز له مس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول أنا محمد داود أحمد سوداني، أعمل بالمملكة وأتابع برنامجكم هذا منذ فترة طويلة ولا أدعه يفوتني على الإطلاق، وكلما خطر في بالي سؤال أردت عرضه على فضيلتكم إلا وجدت له ردا كافيا في إحدى حلقات هذا البرنامج. نسأل الله أن يوفقكم ويزيد من أمثالكم. والآن لي بعض الأسئلة أود الإجابة عليها مأجورين. هل إذا قلت سوف أحج هذا العام عن جدي إن شاء الله سيكون هذا نذرا علما بأنني قد حدثت عن نفسي؟ جزاكم الله خيرا. مجرد هذا اللفظ
أكون نذرا. إذا قلت سوف أحد عن والدي أو عن فلان إن شاء الله فهذا واعتعد من نفسك أنك ستحد عن غيرك أو عن نفسك، وهذا غير ملزم ولا واجب عليك. إنما النذر لو قلت لله علي أو قلت لله علي أن أحد لفلان فإن هذا يكون نذرا يجب الوفاء به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أستعمل المصبحة وقد سمعت بأنها بدعة، ولكني أعتبرها وسيلة تذكير فقط، وكلما كانت عندي أجد لساني رطبا بذكر الله، وإذا تركتها تركت ذلك العمل، فهل علي بهذه الطريقة فهل عملي بهذه الطريقة يعد بدعة؟ كوني مأذورين. جزاكم الله خيرا. المصبحة يجوز استعمالها لعد التسبيحات، الاستعانة بها على عد التسبيحات كما يستعمل الحصى والأصابع لذلك، وعد التسبيح بالأصابع أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات عن الأصابع. فإذا كان يستعمل المصبحة لمجرد العد فقط فهذا مباح، وإن كان يستعملها لاعتقاد أن فيها فضيلة فهذا لا يجوز، لأنها ليس فيها فضيلة كما تقوله الصوفية ومن يقلدهم، يكون هذا من البدعة. اعتقاد أن في المصبحة فضيلة وأن التسبيح بها أفضل هذا اعتقاد خرافي وبدعة لا دليل عليه. أما من اتخذ المصبحة للاستعانة بها على عد التسبيحات ولا يعتقد أن فيها فضيلة وإنما يتخذها من باب المباحات، عد الحصى، عد التسبيح بالحصى وبالأصابع، هذا أمر جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع يقول ألف باء جيم. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها سؤال يقول فيه على من تطلق كلمة كافر. تطلق كلمة كافر على من كفر بالله سبحانه وتعالى بقول أو فعل أو اعتقاد. من ارتكب مكفرا يخرجه من الملة فإنه يطلق عليه أنه كافر، كمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر كفرا وشركا بالله عز وجل. والكافر على نوعين، كافر أصلي وهو من عاش على الكفر من أصله، وكافر مرتد وهو من دخل في الإسلام ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يعتبر كافرا مرتدا. جزاكم الله خيرا. هل تارك الصلاة والزكاة يعتبر كافرا؟ تارك الصلاة متعمدا إن كان جاحدا لوجوبها فلا شك في كفره، وهذا بإجماع أهل العلم، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، وكذلك من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا فالصحيح أيضا أنه يكفر، بقوله صلى الله عليه وسلم بين العهد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي عمود الإسلام فلا بقاء للإسلام بدون صلاة. وأما تارك الزكاة فإن كان تركها جحدا لوجوبها، يعني منع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، حتى ولو أخرج الزكاة فهو يعتقد أنها سنة وليست واجبة فهو كافر بإجماع المسلمين. وأما من منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فهذا لا يكفر، ولكن يجب أخذها منه قهرا، يجب على ولي الأمر أن يلزمه بدفعها وأن يأخذها منه قهرا ولو أدى ذلك إلى قتاله، يعني إذا قاوم في دفع الزكاة وقاتل فإنه يقاتل، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، قال رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فمن منع الزكاة بخلا عفلت منه قهرا وعزل على ذلك، وإن قاوم وقاتل فإنه يقاتل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في أحد الفروض عندما كنا نصلي المغرب قرأ الإمام سورة العلق، وعندما انتهى منها كبر وركع، بينما عدد من المصلين وفي الصفوف الأخيرة ظنوا أنها سجدة وسجدوا ولم يرفعوا من السجود إلا بعد أن كبر الإمام ورفع من الركوع، ما حكم ما فعلوا وهل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة إذا كانوا جاءوا بالركوع بعد، لما علموا أنه لم يسجد قاموا من السجود وأتوا بالركوع ولحقوا بالإمام، صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون بالتخلف عنه. أما إن كانوا لم يأتوا بالركوع لحقوا بالإمام في بقية الصلاة ولم يأتوا بالركوع الذي تركوه، فإن تذكروا قريبا وهم في مكانهم فإنهم يأتون بركعة كاملة بدل الركعة
الركعة التي تركوا منها الركوع، ثم يسجدون للسهو ويسلمون. وإن طال الفصل ولم يعلموا إلا بعد مدة فإنهم يعيدون الصلاة كاملة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أحد أوقات الصلاة يقول المستمع علي الحاج ريحان: إنني دخلت المسجد ووجدت الصفوف مليئة فوقفت على يمين الإمام وأديت الصلاة، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ إذا وقفت على يمين الإمام فقد أحسنت، فمن دخل وصف مكتمل وليس له مكان فهو بين أمرين: إما أن ينتظر حتى يدخل من يصف معه خلف الصف، أو أن يدخل ويصف عن يمين الإمام. أما دمت قد حصل منك الأخير وهو الدخول عن يمين الإمام فقد أحسنت في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: إن والدته خطبت له إحدى قريباته فرفضها، ولذلك لأمور منها أن والدها يتعاطى الكهانة، فحينئذ يخشى أن يقع في عقوق والدته. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ والمستمع هو أبو الحسن من محافظة الكاملين. ما دمت أنك تخشى من هذه الفتاة أن تتأثر بوالدها الذي يعمل الكهانة فهذا تمنع صحيح، وعليك أن تقنع والدتك أنها لا تسمح لك وأنك لا ترغب فيها. ولا أظن أن والدتك ستصر على تزوجك منها إذا شرحت لها عذرك في الامتناع، لأنها تريد لك الخير، تريد لك المصلحة. وهذه المرأة ما دامت أنها من بيت فاسد العقيدة يخشى أن تنقل العدوى إليك وإلى ذريتك. من الأشرفية عما رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: موسى أحمد أبو هارون يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم أخذ الإجرة على تعليم القرآن الكريم اللغة العربية وقبول الهدايا أيضا؟ جزاكم الله. أما أخذ الإجرة على تعليم العربية تعليم الفقه فلا حرج في ذلك، وأما أخذ الإجرة على تعليم القرآن فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فالصحيح أنه لا مانع منها أيضا، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع مطلقا ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يفصل ويقول: إذا كان المدرس يحتاج إلى الأخذ لأنه ليس له دخل ينفق منه ليتفرع للتعليم فلا مانع أن يأخذ ما يسد حاجة، أما إن كان غنيا فإنه لا يجوز له الأخذ، ولكن الصحيح إن شاء الله الجواز، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا مما يشجع على تعليم القرآن وعلى تفرغ المدرسين له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له؟ ما معنى إيمانا واحتسابا على وجه التوضيح؟ جزاكم الله خيرا. إيمانا واحتسابا والله أعلم. الإيمان يعني الاعتقاد، الاعتقاد في القلب بمشروعية الصيام وفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام، يصوم ذلك عن إيمان واعتقاد بوجوده وأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، خلاف ما عليه المنافقون الذين يصومون ويصلون ويعملون الأعمال من غير إيمان، وإنما هذا من باب الخداع والتظاهر بالدين. وأما احتسابا فالمراد به والله أعلم احتساب الأجر والثواب، يعني يطلب بذلك الأجر من الله والثواب من الله عز وجل والتصديق بما وعد الله سبحانه وتعالى به الصائمين، أن يصوم رمضان مصدقا بما وعد الله به من الأجر والثواب ويرجو ذلك عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الحكم في بعض التماثيل التي تكون على هيئة لعب الأطفال، ومنها ما هو المصنوع من البلاستيك والنحاس أو الخشب، ومنها ما يكون على هيئة عروس أو طير أو حيوان وما أشبه ذلك؟ التماثيل الكاملة التي فيها الصورة كاملة برأسها وأعضائها ووجهها هذه لا تجوز، لأنها صور محرمة وتماثيل محرمة. أما إذا كانت هذه التماثيل ليس لها رؤوس أو مطموسة الوجه فلا مانع من ذلك، لأنها قد زالت منها الصورة، الصورة الكاملة في الوجه، فإذا طمس الوجه أو قطع الرأس فإن هذه الصورة تكون مطموسة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. وطمس الصورة يكون بإزالة رأسها أو بطمس وجهها بحيث لا يظهر لها وجه بملامحه وشكله، فإذا طمس فإن ذلك يزيل المحظور من الصورة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
ما على المسلمين حين يتأكدون من وجود ساحر في منطقتهم وقد كثر شره وتعدى أداه ويعمل بين الناس بالكهانة والشعوذة؟ عليهم أن ينصحوه أولا ويخوفوه بالله عز وجل إن كان يدعي الإسلام، فإنهم يخوفونه بالله عز وجل ويبينون له أن هذا يتنافى مع الإسلام ويناقض الإسلام ويخرج من الملة، فإن تاب وامتنع الحمد لله، وإلا فإنه يجب عليهم أن يرفعوا بأمره إلى السلطة المسلمة لتأخذ على يده وتريح المسلمين من شره، فهذا لا يجوز السكوت عنه لأنه بلاء وشر وكفر بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المسلمين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: حدثونا عن الاعتكاف، وهل يجوز الخروج من الحرم أثناء الاعتكاف لغرض الذهاب إلى المستشفى حتى ولو كان المستشفى خارج مكة؟ جزاكم الله خيرا. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تؤدى فيه صلاة الجماعة، يكون من المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجماعة، لا يكون مسجدا مهجورا، لأن الاعتكاف الذي يمنع من حضور الجماعة اعتكاف غير صحيح. فإذا شرط الخروج للمستشفى أو لغير ذلك فله ما شرط، وأما إذا لم يشترط فإنه يبقى في معتكفه ولا يخرج إلا لضرورة، وإذا أنهى حاجته وضرورته فإنه يبادر إلى الرجوع إلى معتكفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.